ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شب حريق مهول مساء يوم السبت 4 يونيو الجاري في إحدى الواحات القريبة من مدينة قلميم، مخلفة وراءها خسائر فلاحية كبيرة. وحسب ما أوضحته الساكنة، فإن النيران اندلعت في مختلف الأراضي الزراعية في المنطقة التي تعرف بكونها فلاحية وتضم عددا كبيرا من النخيل والأراضي الزراعية التي يتخذها الأهالي مورد رزق لهم. وأكد شاهد عيان أن الحرائق كانت مهولة، مشيرا إلى أنهم اتصلوا بالوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق. السلام عليكم الاخوان، كما كتشوفوا ها هي النار مازالتش على التسرير. حنا اليوم السبت 4 يونيو 2022، اكثر من ساعتين دابا ما كاينش لا وقايه لا اي شكل من اشكال التدخل. ها انتم دابا كننقلوا هذا المباشر من اللوحه ديال اسرير المركز. كاين مشكل ديال ندره المياه، ها هو ما تبقى من النخيل يكون في خطر. كان هانتوما كما كتشوفوا انا متواجدين في النيران لحد الساعه اللي اكثر من ساعتين، ما كاينش نهائيا لا وقايه، علما ان الوقايه كاين دابا واحد كاينه هنا في المقر ديال الجماعه. شفتوا المستوى ديال النيران ولا في شكل اللي هو كثير، لا حول ولا قوه الا بالله.